صبحكم الله بالخير مشاهدين برنامج شاي الضحى، واصبح ايضا على زميلاتي داخل الاستديو. اليوم في فقره بنات ديرتنا راح نسلط الضوء على وظايف جديده من وظايف بنات الكويت اللي هم قدروا يتخطون الصعاب ويبدعون في شتى المجالات. اليوم احنا متواجدين في عياده الدكتوره اميره عبد اللطيف المنصور، راح نتعرف عليها من بدايتها لليوم لمن ما اسست العياده. يا هلا وسهلا فيك دكتوره اميره. هلا ومسهلا، حياك الله، ساعه مباركه حبيبتي. ساعتك ابرك. في البدايه دكتوره ما شاء الله عليك، انت مبدعه ومتميزه. اشكرك، جزاك الله خير. هالشيء هذا يعني يسبقك، وكل ما نقول دكتوره اميره يقولون والله والنعم فيها. ينعم بحالك حبيبتي، شهادة أعتز فيها، مشكورة. أي أحد يتكلم عنك يقول من أفضل الدكاترة اللي موجودين داخل الكويت. دكتورة في البداية إحنا راح نكون شوي معاك غير عن كل المقابلات، نبي نعرف بدايتك، كلمينا عن بدايتك. بدايتي طبعا الحمد لله، أنا يعني الله أكرمني وبركة والديني جزاهم الله خير، كنت متوقع الحمد لله طول سنوات دراستي، فلما نيت على مرحلة الجامعة ما كنت حتى أفكر بطب الأسنان، بس توجهت حق طب الأسنان رغبة من والدي الله يرحمه. أول ما بديت طب الأسنان كان وايد عندي رهبة، يمكن أنا عندي رهبة حتى اللحم ما أكله يعني لهالدرجة، تخيلي. وفجأة صرت أسوي العمليات. إن شاء الله عليك دكتورة، يعني شيء انت بالبدايه كنتي متخوفه منه لكن كسرتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وكملتي مسيرتك الحمد لله. في مهنتنا هذه سبحان الله، لانك تشوفين النتيجه وتشوفين انطباع الناس وراحتهم من الالم، هذا الشيء يحفز انك يكون عندك شغف، انك ودك تشوفين هالشيء اكثر، ودك تساعدين الناس اكثر ان هم يعيشون حياتهم وهم مرتاحين ما عندهم اي الم. عدل بالضبط، مثل ما نقول ان عوار الاسنان هذا عوار بروحه بحد ذاته كارثه، يعني ان خلاص حسيت فيه بمخي خلاص عاد الحين. وبالذات دكتوره انت ما شاء الله عليك مبدعه ومتميزه، وحصلتي على العديد والكثير من الشهادات والانجازات اللي ابدعتي فيها وتميزتي فيها الحمد لله. لكن الشيء المهم اللي كان في حياتك ان حصلتي على 5 مرات او 5 سنوات متتاليه من المغفور له أمير القلوب رحمة الله عليه الشيخ يابر الأحمد ليابر الصباح، حصلتي على تكريم منه لمدة 5 سنوات متتالية، فكلمينا عن هذا الإنجاز والإبداع اللي أنت حصلتي فيه. الحمد لله، مثل ما قلت لك لأني كنت متفوقة، فأول سنة كرمني بالتفوق من الثانوية، وبعدها رحت البعثة، والحمد لله طوال سنوات البعثة اللي هي 5 سنين ظليت دائما متفوقة، فكل سنة الحمد لله كان يكرمنا بابا جابر الله يرحمه عنده في قصر بيان تكريم خاص حق المتفوقين البعثات على مستوى العالم كله، لدرجة أن آخر سنة كان وايد تعبان وخذانا عنده بالقصر بتكريم خاص، أصر أنه هو ما يقطع عنه هالعادة الله يرحمه. هذه مو غريبة طبعا على شيوخنا، الله يطولنا بأعمارهم يا رب يحفظهم لنا. آمين آمين. أنا لاحظت شغلة دكتورة منيرة، لاحظت أن بعيادتك أول ما دخلت أنه ما في ريسبشن. شنو موضوع العياده ان انا ادخل على طول اقعد بمكاني ويوني ويكلموني يحاوروني، فقولي لي شلون خذيتي هالفكره هذه، من وين جالك هالطابع هذا ان الشخص يجي ويقعد على طول كنا ببيته ومكانه؟ شوفي، بدايه انا الحمد لله لما اشتغلت بالحكومه اشتغلت 18 سنه يعني مو سنه ولا سنتين، فبديت الاحظ وايد الناس تتوتر من ان هي تراجع الحكومه او يراجعني مره ويتهيب ان هو يرجع يراجعني مره ثانيه. بديت الاحظ هالاشياء، فقررت ان انا لما اسس عياده احاول ان انا اكسر حاجز الرهبه والخوف هذه من الناس. كل شيء كان يوتر الناس حاولت ان انا اتجنبه بالعياده. بالبدايه لقيت ان كل الناس تتهيب من اجواء المستشفى واللون الابيض او الاخضر او الازرق، الالوان اللي هي الوان المستشفيات عموما. ثانيا التوتر، انت اصلا تكونين خايفه ومتوتره من البيت وتين توقفين على الريسبشن عند الكاونتر قاعده تزيد رهبتك شوي شوي لغايه ما تدخلين عند الطبيب داخل تكون الرهبه تصاعدت اكثر واكثر. صح. فقلت ابي اكسر هالشيء من البدايه، من اول ما تدخلين تحسين انك مو بعياده اسنان، في ريسبشن ولكن مو ريسبشن التقليدي ومو الكاونتر. لما تدخلين يمكن هذا الشيء ما يبين بالكاميرا، شنو شميتي لما دخلتي؟ صح، الشيء اللي انا شميته ريحه انتعاش، ريحه شيء يعني ريلاكس على قولتهم، لان الريحه هذه هم تاثر على التوتر النفسي. صح. فحاولت اكسرها انك ما تشمين
أجواء المستشفى أو ريحة المعقمات أو مواد الأسنان وما إلى ذلك، حاولت أنك تشمين شيء ثاني فريش يهديك. كسرة الرهبة هذه من الدخلة تخليك تكونين نوعا ما مرتاحة لما تدخلين عندي العيادة، وبناء على ذلك حتى الأجهزة والأدوات اللي أستخدمها بالعيادة حاولت قدر الإمكان أن أنا أبحث عن كل شيء يسهل عليك ويريحك خلال العلاج. بداية من كرسي العلاج نفسه حاولت أنه هو ينطلب مواصفات خاصة وقياسية صمم خصيصا لي أنا بناء على المواصفات اللي حطيت لهم إياه عشان يريحك خلال العلاج. الكرسي نفسه ميموري فوم، لما تقعدين ما تكونين متوترة لأنك سيدة من سدحة، راح تكونين قاعدة كذي وتسولفين معي مثل ما أنت قاعدة تسولفين حاليا. أنا شفت هالشيء هذا، وهذا اندل على ذكائك وفطنتك في خبرتك في دوامك اللي قبل، وقدرتي ان تعرفين ويعني أكيد. تاخذين الاراء ان شنو الشيء اللي يكسر الحاجز ما يخلي الشخص انه هو داش عياده اسنان عشان يكون براحه نفسيه تامه وحلوه، وبنفس الوقت يحبب الشخص انه يراجع مره ثانيه ويهتم باسنانه. بالضبط، لان احنا عندنا يعني بالذات طبيب الاسنان شوي يعني تدرين ان رهبته، مجرد ما اقول ان انا طبيبه اسنان صعبة. الناس تعكر وجهها، عدل ابي هذا الانطباع يتغير. دكتوره، كلمه اخيره حابه توجهينها حق اي بنت كويتيه متميزه مثلك قدرت ان هي تنجز وتبدع في مجالها اللي هي تشتغل فيه؟ شوفي، مو بس المتميزه، ابي اوجهها حق كل بنات الكويت. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اكرمنا في هذا البلد الكويت، واكرمنا بشيوخنا وحكومتنا. الحمد لله احنا عندنا كل الامكانيات اللي تساعدنا ان احنا نبدع وننجز. الحمد لله الحكومه موفرت لنا كل الظروف، يعني انا ما كنت راح اقدر ان انا اسوي هالعياده بدون مساعده الحكومه والبنك الصناعي. ما قدرت ان انا اوصل واتميز لهالمراحل بدون البعثات اللي خذيتها عن طريق التعليم العالي. فاحنا الحمد لله بالكويت متوفرت لنا كل الظروف اللي تساعدنا ان احنا نتميز في جميع المجالات. يعطيك العافيه دكتوره، هذا كله بجدك واجتهادك اللي انت وصلتي له لليوم من مستوى مراحلك الدراسيه لليوم. الحمد لله. يعطيك العافيه دكتوره على هذا الانجاز الكبير اللي انت قاعد تسوينه. اشكركم على هالابتسامه هذه الطيبه اللي اثلجت صدورنا اول ما دخلنا. حبيبتي وانت مبتسمه، جزاك الله دكتوره. أكيد طبعاً لقاءنا معك راح يتجدد وراح نتكلم أكثر عن مواضيع ثانية، لكن الحين وصلنا حق ختام فقرة بنات ديرتنا، أتمنى أنها حازت ونالت على أعجابكم ورضاكم. ندخل الحين داخل الاستديو مع زميلاتي.